ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده بيوسف مرسي 3. اوكي مرسي 3، المفروض 3 بس بقول 3 عشان دي طبيعتي. اوكي بقول 3 عادي، صباح الفل. بقول كومنتات ما بقولش كومنتس. اوكي ممكن اقول كومنتس بس هتحسوا ان انا في بيض. اوكي فما بحبش انا بصراحه التصنع، ما علينا. فهقول مرسي 3. اوكي طبعا ده ديستراك على حمورابي. اوكي انا ما اعرفش ايه القصه اللي ما بينهم، انا يعني هو بعمل رياكت على الاغنيه اذا كانت حلوه او وحشه بس كده. حمورابي انا مع قدامي بس كده. اوكي بس تقريبا حمورابي انا كان في دس حد دسه قبل كده، كان تقريبا اسمه ايه اللي انا بحبه، اسمه ايه، فورتكس كان تقريبا دسه تقريبا برضو. فاللي هو انت لو انت جاي على عمالقه تقريبا، ما اعتقد، مش عارف. حمورابي انا عايز اسمع له برضه، انا ما سمعتلوش لحد دلوقتي. ابقوا اكتبوا لي اغاني ليه برضه، يعني لو في اغاني ليه حلوه يا ريت. اوكي عشان عايز اعرف مين حمورابي ده، وعرفوني برضه قصه ورا الدس ده ايه بالظبط. علي خلينا نخش على طول الاغنيه ولا ليتس جو. قلب مملكة باريس. اكوت موا ماجايفر على البيت عم اكوت موا، عشان كده كان في فرنش في البتاع، نو عشان كده اغلب الاغاني اللي بيسمعوا الراب بيكتبوا بفرنش. باريس اكوت موا اكوت موا، بكره الفرنساوي. اكوت موا اكوت موا اشخنت جسوي، مش عارف ايه. وجسوي اصلا تكتب جي وبعد كده سويس. اوكي لو هتقرا سويس ازاي جي سوي وهي جي سوي، عشان كده بكره الفرنساوي. في ما فيش سنس بصراحه، لو انت بتكتب حاجه وبتنطق حاجه تانية خالص ملهاش علاقه، فاللي هو حرق الدم اقسم بالله. بكره انا اللغه دي كده. ايطالي والالماني انا بعشقهم عشان اللي بتنطقه بتكتبه، خلصت فاهم. اللي هو مش محتاجه لوجيك، مش محتاجه فاهم. لا هي فيها لوجيك بس مش محتاجة تتعب، فمش محتاجة ان انت تعرف مثلا جسوي بتكتب سويس، فعشان لما تيجي تقراها لازم سوي جسوي. فاللي هو خلينا نكمل، انا دمي اتحرق. في اكوت موا ماجايفر على البيت اعمل من الخردة بومبا اشخك راب وانا ماجايفر على البيت اعمل من الخردة بومبا اشخك راب وانا بفشخك في مورتال كومبات غلس موت بغيظك هتشوف ليلة خرع حط التلسكوب في طيزك مستواك شرابي اقلعك تبقى فاضي. قالها ضحكتني طريقته طفتي شخك في مورتال كومبات غلس موت بغيظك هتشوف ليلة خرع حط التلسكوب في طيزك مستواك شرابي اقلعك تبقى فاضي شكلك اماراتي تحديدا من ابو ظبي الاسم ابيوسف بس قولي عمو بوبي ما بحبش الوساخه يلا بينا حمو رابي ده رد ديسي ده مجنون ده بيجازف بيتفرج على سلسله القادمون غبي وساذج عشان كده عمري ما لومتك بوم بوم تك بديك في جمجم تك كام تراك عن الكواكب والفضاء بصوت افلام كرتونيه ما هذا الهراء ليه الناس ما بتصدقنيش بليز براب كده اهو عشان صوتي الحقيقي سيس واضحه في بيدي ده ماله ده اي كلام حمورابي اللي كان مع مدد تقريبا صح؟ ولا انا دخلت كله في بعضه؟ انا ما اعتقد لان برضو لما هو لان التاني فعلا كان بيتكلم كده مش عارف ايه صوتي الحقيقي سيس واضحه في بيدي ده ماله ده اي كلام ده ماله ده سمورت اي كلام سيس واضحه في بيدي ده ماله ده اي كلام سمورت اي كلامك اي كلام بجد مفيش حد مالتي سيلب العربي بيا ما تاثرش انت شبه باكس باني راستافاري ما تهزرش لا مش عايزك في فيت مين العبيط اللي يدفع لك انت فلوس في بيت نقفو يا هدبو يا فول صويا بالرق يا فور جبنا راتاتويا كيف مين جيت مين تهبت بهاريز شكل عقلك ضعف قلب مملكة باريس طلعت منك باريس عشان اكوتي موا وقصده باريس باريس اوكي شكل بحاله بهاريز شكل عقلك ضعف قلب مملكة باريس طلعت منك مملكة باريس ممكن يكون قصده على حاجة تانية ممكن مش عارف
انك تراك بحاله بمجرد وان بار شنطتك اكيد بتبقى شايل فيها بامبار كليباتك اعلانات نض بامبار شنطتك اكيد بتبقى شايل فيها بامبارز كليباتك اعلانات نظارات شمس اركبك الف الزمن يلا راك امس هاخد بوش كبوتي وخد ريفرسي الشاورما السوري ما بتتاكلش بخبز فرنسي زهقتو بصوا هنتو هقصوا بيفكرني بانترستيلر سبتو في نصه ميسي وحمورابي قرب وشك من المونيتور سيبه ماسكليلك الويل انا ده بيونيتور ما انتش فرعون زي زمايلي تيجي قدامي على اي بيت على اي ريش بيقطع يعني هو ده قصده بيها بالحتة دي اي ريش اوكي اللي كتب لي الاغنيه دي قال لي ان في زي مكتوب ميرسي 3 اوكي اما اعتقد في ميرسي 1 وميرسي 2 اوكي فتقريبا ممكن اعملها قريب اوكي بعرفوني عرفوني لو هي حلوه ولا ايه نظامها والديس تراك برضه على حمورابي يعني ميرسي 1 وميرسي 2 وليه ميرسي وليه قال اوكوتي موا وبعد كده قال مملكه باريس وتقريبا قصده باريس صح يعني ايه علاقة حمورابي بفرنسا لان اكيد في حاجة داخلة فيها فرنسا اكيد لان حتى هو بيقول له مش عارف ايه السوري ما بيتاكلش بفينو فرنساوي حاجة زي كده برضو ففي هنا لقط فرنسا فاهمين فعرفوني برضو ايه علاقة فرنسا او باريس او ما علينا فرنسا او فرنسا باريس اوكي ما علينا ابقى عرفوني ايه دخل الحمورابي بفرنسا يعني ايه ال اوكي والمكتوب هنا هو ده الفرنساوي اللي هو ما بحبش فرنسا ما اعرفش ليه يعني انا قلت انا ما بحبهاش ليه بس يعني برضو في مش عارف سبحان الله عارفين انتوا اللي هي بلد تحسوا ان هي تقيله اللي هو ما بتحبهاش انا فرنسا بحس بكده ما بحبهاش سبحان الله ما علينا ده كان رياكت رب يكون رياكت عجبكم انا فرنسا ما بحبهاش عشان اوفر ريتد ان هما الناس انا دلوقتي افتكرت اللي هو باريس باغي مش عارف ايه الاتيكيت ومش متيكيت وفي تيكيت والجو اللي هو عارف انت في محن عارف انا بكره انا الجو ده ففرنسا بلد المحن وممحونين بصراحه ده بالنسبه لي كده يعني حتى لو حد قال لي هديك مليون يورو وتعيش في فرنسا اقول له لا شكرا مدى كرهي للمحن فاهم ده اللي عايز اقوله ما علينا ده كان راكت رب يكون راكت عجبكم وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس